السلام عليكم مرحبا بكم، اهلا وسهلا بكم في قناة دنيا فرح. اليوم نزولا عن غابات تاع واحد المشتركة معايا في القناة، حبيت تدخلي صوري تاع منفوس تاع منفوس اللي هي لابيروس، وانا يعني الحمد لله رجلي رضا وقال لي نديك نصورها لك، بصح دخلها خرجه ما يحبش بزاف لا سيركيلاسيون، لا غالب ولا بالو بلي في النهار تكون بزاف لا سيركيلاسيون في لابيروس. وانا درت فيديو على لابيروس في الليل بصح ماشي في النهار، ودوكا ديت يما معايا دائما، انا عندي يما مريضه دائما وين نخرج نديها معايا تحوس. شوفوا واحد اوندي كابي، يعني باش نخرج ما نخرجكمش بزاف على الموضوع، واحد اوندي كابي ماشي معناتها غير في الدار. نتمنوا يعني كاع اللي عندهم اوندي كابي ما كاش اللي يحب يخرج قدو، ما كاش لي ضيق خاطرو قدو، يعني فوميو الواحد كل ما يخرجوا تخرجوا ولا تجو خارجين ما قايت ثقيل ترفدوه كلش، بصح تحسوا بلي درتو حاجة مليحة خير من اللي تخلوه في الدار وانتو ما راكو تحوسوا. المهم انتوما معايا هنا، رانا في لابيروس. شوفوا هي بلاد شابة، لابيروس شابة بزاف، وهذا التليفون تاعي ما عطالهاش حقها. صورتها شوية كما ما بانت ليش كما كانت، او جوست لا غالب سمحولي، مي هي شابة ما خير. مع سميشة كانت ضاربة لا غالب، كنا رحنا العشية سميشة كانت ضاربة كاع في التليفون شوية مظلامة، مي سمحولي مي لابيروس شابة كتر من هكا وبكتر وكتر. وتشوفوا لي غيستورون، تشوفوا الخير، يعني الناس واش نقول لكم، يعني بلاصه ما شاء الله، اون فيل توريستيك ما كاش كيما هي. وانتم معايا هنايا. كاين ميناء تاع تمنفست، وكاين بزاف الفلايك، وكاين كاين كراسه والناس تجي تقعد وتاكل لي كلاص ويشربوا لاتاي كاو. المهم منظر رائع. وهنايا كاين السفن كذلك مستاسيون حاطينهم تماك، وموراها جست قدامها كاين لي ريستورون اللي يبيعوا لي كلاص اون فاس البحر، طلي برك شغل بالكون البحر. واش نقول لكم، والله منظر ما تنساوهش طول حياتكم، خصوصا اللي جو زوار جدد. وهنايا راك تشوفوا هذا الحصن العثماني، بناوه العثمانيين عام 1661، وجاي في منظر في مدينه تمنفست بيان سور، وفي هي مدينه جاي تابعه لمدينه الجزائر بين المرسى وبرج برج البحري. لابيروس جاية بين المرسى وبرج البحري، وراكم تشوفوا هذه المناظر وانتم معايا بيان سور. يعني صورت لكم، حاولت نقربوا ليا من للاسف ما دخلتش ليه، انا غالب اسمحوا لي. وان شاء الله نكون عطيتكم لمحه صغيره على لابيروس، كاين اللي ما يعرفهاش، كاين اللي يسمع لابيروس بصح ما يعرفش واش معناتها لابيروس او تمنفست كيما حبيتو. وانتم معايا
تاني كاين واحد الكنيسة عندها بزاف قديمة، هذيك الكنيسة كيف صورتها لكم وانتو هانك شوفوا، كاين بزاف اثار في لابيروس تامن فوست كيما تحبوا تسموها، انتوما معايا دايما. باش نقول لكم هنا ديتكم فلفه خفيفه، يعني دوك رانا خارجين من لابيروس. واش راح نقول لكم، يعني لا حبيتو هكا نوري لكم بعض المدن في الجزائر، يعني خفاف وظراف وتشوفوهم خفاف هكذا تطلعوا عليهم طلعات تاخذوا نظره عليهم كيفاش عاملين. ابونيو في القناه وضغطوا على زر الجرس وكثروا لي في ليجام وشجعوني باش القناه تكبر والناس كل تشوف بلادنا ويتعرفوا على بلادنا كيفاش عامله. هذه كامل داخله في بلاد الجزائر، احنا جزائريين وكل واحد يعني نتمنى نوري بلادي كيما هي ما نزيد ما نقص فيها. وان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو وتهلاو في روحتكم، تبعوا خلاص راح يخلص الفيديو بيان سور في فيديو جديد ان شاء الله. بقاو على خير وسلام.